قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في اليوم ذاته إن من واجب ألمانيا استقبال الألمان المنضمين إلى التنظيمات المتطرفة، ولكن بعض العواقب القانونية تحول دون عودتهم إلى البلاد فورا. علينا أن ندقق في درجة مشاركة هؤلاء الأشخاص في معارك التنظيمات المتطرفة، بعد ذلك سيتم رفع دعوى قضائية عليهم، ولا يمكن أن يسمح لهم بدخول ألمانيا إلا بعد التأكد من أنهم سيعتقلون فور وصولهم. وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان رد بشكل آخر على تغريدة ترامب وقال إن تهديدات التنظيمات المتطرفة ما زالت قائمة في الوقت الراهن. تفقد التنظيمات المتطرفة ما تبقى لديها من أراضي، لكن هذا لا يعني نهاية أنشطتها، بل على العكس قد تواصل تنظيمات متطرفة أنشطتها البشرية الآن. لقد تحقق السلام على الأراضي، لكنه لا يعني أننا حققنا السلام بمعنى العام.